الفصل الأخير من كتاب الرحالة والغابة، الفصل الأخير بعنوان الرحالة العائد من الغابات الاستوائية. الرحالة العائد من الغابات الاستوائية. بينما أنا أتناول وجبة الجمبري في مطعم كالوي، تذكرت جانيت وهي تودعني بحرارة قائلة: أحب أن أراك مرة ثانية. وشعرت بشيء من الحنين إلى رؤيتها، فدفعت حساب الطعام وغادرت المطعم متجها إلى محطة الأوتوبيس، ولكن هذه المرة ليس في اتجاه الجنوب بل في اتجاه قرية بورت بارتون. حتى أكمل الحديث مع جانيت، الحديث الذي لم يكتمل في المرة السابقة. وصلت إلى قرية بورت بارتون الواقعة في أحضان البحر، وهناك على الشاطئ وجدت بسهولة ذلك الفندق الكبير الذي تمتلكه جانيت. واقتربت من مدخل الفندق وأنا على هيئتي المتواضعة، أرتدي شورت قديم باهت مجهول اللون، فقد كان في يوم من الأيام لونه أزرق، ولكن يبدو أن العوامل الجوية وبقع الفواكه الاستوائية قد أكسبته لونا من نوع خاص يتدرج ما بين اللون الرمادي واللون البني. وأحمل على ظهري حقيبة صغيرة، وفي يدي عصا أتعكز عليها، عصا البوكتونك، نوع من الخيزران اسمه بوكتونك. وأحمل على رأسي قبعة قديمة قد أكل عليها الزمان وشرب. بهذه الهيئة المتواضعة دخلت إلى الفندق الفاخر، وما إن رأتني جانيت حتى أخذت تحدق في هذا القادم، فلم تكن تصدق عينيها، وإذا بها تهرول نحوي وتصيح: هذا غير معقول، هذا غير معقول، أنا كنت متأكدة إنك ستأتي يوما ما. ثم جلسنا في مدخل الفندق في مقابلة شاطئ البحر، وقدمت لي كرسي مصنوع من جريد النخيل عليه وسادة كبيرة، وجلست هي في مواجهتي بعد أن أحضرت لي كوبا كبيرا من عصير المانجو الطازج. ثم قالت: إنني مشتاقة جدا إلى كلامك، وأريد أن أعرف ماذا فعلت وأين كنت وهل دخلت بالفعل إلى الغابات. فقلت لها: نعم، لقد كانت رحلة شاقة وجميلة يا جانيت، وقد قررت أن أقضي آخر أيام رحلتي نزيلا عندكم في هذا الفندق على شاطئ البحر وفي ظلال نخيل جوز الهند. فقالت: أهلا بك عندنا، ولكن عليك أن تعرف أنك هنا لست نزيلا في الفندق بل أنت ضيفي، فأنا الذي دعوتك أن تزورني، وقد أسعدتني كثيرا بمجيئك إلى هنا. ولكن قل لي، ما نوع هذه العصا التي تحملها في يدك؟ فقلت لها: إنها بوكتونج، إنها نوع من الخيزران. فقالت: أنت تعرف أن عندنا في الفلبين لغات عديدة، ومن أشهرها لغة التاجالوج، لغة تاجالوج، وكلمة بوكتونج في هذه اللغة تعني الابن الوحيد. إحنا عندنا لغات كتيرة، بس أشهر لغة عندنا لغة التاجالوج، ولغة التاجالوج كلمة بوكتونج فيها تعني الابن الوحيد، وهم يطلقونها على هذا النبات لأنه ينبت وحيدا. فقلت لها: إنها عصا متينة، وسأحاول بكل الوسائل أن أعود بهذه العصا إلى بيتي هذه المرة. ثم سألتني: ومن أين لك بهذا الشبشب القديم؟
فقلت لها إن هذا الشبشب عزيز جدا على نفسي. قالت من أين لك بهذا الشبشب القديم؟ فقلت لها إن هذا الشبشب عزيز جدا على نفسي، فقد رافقني سنوات عديدة في رحلات كثيرة. فقالت ومتى ستحكي لي ما حدث داخل الغابة؟ فقلت لها عندما يأتي المساء وبعد غروب الشمس، لأنني في حاجة الآن إلى قسط من الراحة. فنهضت واقفة ثم قالت ميعادنا 8 مساء على طعام العشاء. ذهبت إلى غرفتي حيث أخذت قسطا من الراحة، ثم غسلت جسدي وغسلت أيضا الشبشب القديم حتى يتناسب مع الفندق الفاخر، ولبست تي شيرت نظيفة كنت قد اشتريتها من المدينة، وحلقت لحيتي وحاولت أن أصفف شعري وأحسن من هندامي بقدر المستطاع. وعند المساء نزلت إلى ساحة الفندق وعرفت من العاملين إن السيدة جانيت تنتظرني في الحديقة، فقد جهزوا لنا منضدة عشاء خاصة في أحد أركان حديقة الفندق تحت إحدى أشجار نخيل جوز الهند على مقربة من شاطئ البحر ومضاءة بضوء الشموع الحالمة. عرفت من العاملين أن السيدة جانيت تنتظرني في الحديقة، فقد جهزوا لنا منضدة عشاء خاصة في أحد أركان حديقة الفندق تحت إحدى نخيل جوز الهند على مقربة من شاطئ البحر ومضاءة بضوء الشموع الحالمة. وقد لبست جانيت ثوبا طويلا داكن اللون، وشعرها الكستنائي قد صففته بعناية، ورائحة العطور الفرنسية تفوح في المكان. فتذكرت أني أمام امرأة قد درست علم إدارة الفنادق في باريس، ونظرت إلى أنواع الطعام المختلفة مما لذ وطاب من طعام وشراب وفواكه ناضجة، فأحسست وكأنني في عهد هارون الرشيد. واستقبلتني جانيت بابتسامتها الهادئة، ثم جلست في مواجهتي على المائدة، وكان ضوء الشمعة ينعكس على وجهها الخمري فيزيده جمالا ورقة، فشعرت براحة في النفس. وقلت لها إن ملابسي وهيئتي لا تتناسب مع هذه المنضدة الجميلة وهذا الطعام الفاخر. فقالت بل إن قوتك تكمن في تلك البساطة والتواضع، فلقد أدخلت السعادة إلى قلبي بزيارتك هذه. وقد ظللت طوال اليوم أنتظر حتى يأتي المساء حتى أسمع حديثك وأعرف حكاياتك. أخذنا نتبادل الحديث في شتى المواضيع حتى ساعة متأخرة من الليل، حتى نام كل من في الفندق، وحتى الشمعة التي على المنضدة قد انتهت واختفى ضوءها، وجلسنا في الظلام لا نسمع إلا خشخشة الأشجار وموج البحر، والحديث بيننا لا يريد أن ينتهي. وفتحت لي جانيت قلبها وحكت لي ما لا يحكى وما لا يجب أن يكتب هنا. إنه كان حديث من قلب مفتوح إلى قلب مفتوح. استمعت لآلامها ومواجعها، وعرفت حجم ذكائها وفكرها، وقلت لها إن المعاناة والألم هما الضريبة التي يدفعها كل من له قلب يشعر وعقل يفكر. وأما من ليس له قلب يشعر فهو معفي من هذه الضريبة، وكذلك من ليس له عقل يفكر فهو أيضا معفي من دفع هذه الضريبة،
ولكن من ليس له قلب وعقل لا يمكنه الاستمتاع بجمال هذه الليلة ولا بروعة ومتعة هذا الحديث. فلتدفع الضريبة يا جانيت، ولتحمد الله الذي أعطاك شيئا تدفعين ضريبته، فهذا أفضل من أن لا يكون لديك شيئا ولا تدفعين شيئا. فقالت: إن كلامك يداوي القلب الجريح. فقلت لها: ولكن ضوء الفجر بدأ يظهر في الأفق، وبعد قليل سيستيقظ عمال الفندق ويرون إن السيدة المديرة لم تنم حتى الآن، وقد جلست طوال الليل مع هذا الغريب في الحديقة. ضحكت جانيت ثم نهضت واقفة وقالت قبل أن تذهب إلى النوم: كانت ليلة جميلة، ومثل هذه الليالي يبقى محفورا في الذاكرة طوال العمر. أشكرك على أنك جعلتني أشعر بالسعادة في هذه الليلة. فقلت لها: تصبحين على خير، وأتمنى لك نوما هادئا وأحلاما وردية يا جانيت. في صباح اليوم التالي قلت لجانيت: إنني ذاهب إلى قرية النيدو. قرية النيدو لقضاء يومين أو ثلاثة أيضا للاستجمام، ثم سأعود إلى هنا مرة أخرى. فقالت: إن النيدو قرية جميلة وشواطئها رائعة، ولكن لا تتسلق الجبال الصخرية هناك لأن حجارتها حادة جدا مثل السكين. بالفعل ذهبت إلى هناك، وكانت قرية صغيرة على شاطئ البحر وذات طابع خاص. وبعد ثلاثة أيام عدت مرة أخرى إلى جانيت، وكان أول سؤال سألته لي بمجرد أن رأتني: أين الشبشب القديم الذي كنت ترتديه؟ فقلت لها: لقد ذهب إلى مسواه الأخير في النيدو، فقد ذهب إلى الخلود الأبدي. فعندما كنت أتسلق الجبال الصخرية في النيدو انزلقت قدمي، ووقع الشبشب في حفرة ضيقة وعميقة بين الصخور الحادة، ولم يكن من الممكن استعادته، وبذلك سيبقى هناك بين هذه الصخور إلى أن تقوم الساعة. فردت ضاحكة وقالت: لقد قلت لك ألا تتسلق الجبال الصخرية، ولكني على كل حال سأدعو الله أن يعوضك شبشبا أفضل منه. هذه الليلة كانت آخر ليلة سأقضيها هنا، وسأسافر بعد ذلك إلى مانيلا في طريق العودة، حيث سأستقل من هناك الطائرة الذاهبة إلى ميونخ في ألمانيا. وقد ودعت جانيت بعد أن شكرتها على حسن ضيافتها وعلى الحديث الجميل الذي استمر طوال الليل في الحديقة، وكذلك ودعت الفلبين، تلك البلد الجميلة بجزرها العديدة وأهلها الطيبين. بينما أنا أجلس على مقعد الطائرة العائدة إلى ميونخ، نظرت من نافذة الطائرة إلى السحب البيضاء المحيطة بالطائرة، وأخذ خيالي يسترجع ذكريات هذه الرحلة التي استغرقت 66 يوما قضيتها بين أشجار الغابات وقمم الجبال وشواطئ البحار والمحيطات. بينما أنا أجلس على مقعد الطائرة العائدة إلى ميونخ، نظرت من نافذة الطائرة إلى السحب البيضاء المحيطة بالطائرة، وأخذ خيالي يسترجع هذه الرحلة التي استغرقت 66 يوما قضيتها بين أشجار الغابات وقمم الجبال وشواطئ البحار والمحيطات. أخذت أسترجع في خيالي صور الغابات التي دخلتها، مثل غابات جزيرة بوهول التي يعيش بها القرد الصغير ذو العيون الكبيرة، ثم غابات جزيرة كوميجن وصعودي إلى جبل أليهان، ثم غابات جزيرة مندورو وعبوري الوادي المهجور والبحث عن قبائل المانجيان، ثم غابات جزيرة بلوان وقبائل الباتاك. ثم أخذ خيالي يسترجع صور البشر التي قابلتهم، مثل إيبون صاحب المقهى في مدينة سيبو، وجين وزوجها الضرير جيري،
وطعام السمك الصغير الذي يأكلونه طريا والذي يسمونه الجناموس، والبيض الفاسد الذي يسمونه بلوت، وإملي إمبراطورة البطيخ تلك المرأة ذات الجاه والسلطان في سوق كربون، ونورة موظفة الفندق اللطيفة، والفتاة الصغيرة مي ذات 20 عاما، وكالين وزوجته مالين، وحياتهم البسيطة في داخل الغابة، وبندلين آخر رجل بدائي من نوعه. أخذت أتذكر كيف كان موج المحيط المرتفع يتلاعب بقاربنا الصغير وأنا في طريقي إلى جزيرة بوكاس، وكيف كانت العواصف والأعاصير عندما ذهبت إلى آخر الدنيا في جزيرة شرقاو. وتذكرت وجبات الجمبري المحمر في الزبد في مطعم كالوي، وتذكرت منضدة الطعام التي جهزتها لي جانيت في الحديقة، وحديثها الشيق الذي استمر طوال الليل تحت نخيل جوز الهند. لقد كانت هذه الرحلة مكدسة بالأحداث والمغامرات، حتى إنني أشعر إن ذهني لا يستطيع متابعة كل هذه الأحداث والوقائع، وكذلك ذاكرتي لا تتسع لاستيعاب كل هذه التفاصيل الكثيرة. إنه طوفان من الذكريات الجميلة وأطياف حالمة تمر بخيالي، فتنتعش لها نفسي برهة ويرقص لها قلبي لحظة. فعندما أفيق من هذا الخيال وأنظر حولي في الطائرة أعرف الواقع المؤلم، وهو إن الرحلة قد انتهت وإني الآن في طريق العودة، وأشعر بأنني كنت في جنة الله على أرضه، ولكن في النهاية خرجت أيضا منها. نعم، لقد قضيت في تلك الجنة 66 يوما، مثل الطائر المحلق يطير بلا قيود من جزيرة إلى جزيرة، ومن قبيلة إلى قبيلة، ومن غابة إلى غابة. إنه الإحساس بالحرية والانطلاق. وصلت الطائرة بأمان إلى مطار ميونخ، وبينما أنا أنتظر وصول حقائبي نظرت إلى قدمي وانتابني إحساس بالحزن، لأنني فقدت الشبشب القديم الذي رافقني في رحلاتي. ولكني شعرت بالفرح والسعادة تغمرني، وقد ارتسمت على وجهي ابتسامة هادئة وإحساس بالرضا عندما رأيت بين الحقائب عصا البوكتونغ قد وصلت بسلام إلى ميونخ. أخيرا وبعد سنوات عديدة عادت معي إلى بيتي العصا التي كنت أتعكز عليها في الغابات الاستوائية. إنها قصة عشق بيني وبين الغابات الاستوائية، قصة محبة بيني وبين سكان الغابات الاستوائية، قصة تقدير واحترام لكل ما يأتي من الغابات الاستوائية، حتى ولو كان عصا من نبات الخيزران. أمسكت العصا في يدي باعتزاز وفخر مغادرا مطار ميونخ في اتجاه بيتي، وأنا أتخيل في خيالي أن ابني يعقوب يوما ما بعد مماتي سيارس هذه العصا، وسيجلس مع أصدقائه ليشرح لهم قصة هذه العصا قائلا: إن هذه العصا من نبات اسمه بوكتونغ، وإن أبي قد أحضر هذه العصا من قبائل الباتاك الذين كانوا يعيشون في الغابات الاستوائية المحيطة بجبل إبرت كيلوباترا في جزيرة بلوان في الفلبين. ربما في ذلك الوقت لا يعرف أحد ربما في هذا الوقت لا يعرف أحد من أصدقائه شيئا عن هذا الذي يحكيه يعقوب لهم، فربما يكون الناس قد نسوا من هم قبائل الباتاك، وربما يكون الناس قد نسوا من هو أبو يعقوب، ذلك الرحالة الذي كان يعشق الغابات الاستوائية. Oh.